عبتي شحال ما خاوش نتغيض. والله ما عقل لي يا صاحبي. شو لا شوف 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 الشمس دابا كوف عين كل باقي ياك على تيف على تيف على تيف على تيف شحال ما خاوش على تيف على جو مدخمه صاحبي. توحش الرياضه والله العظيم توحش الرياضه وما عنديش الوقت ما عنديش الوقت نسالي شي مسائل ديالي كتفهم مزيه حتى لهنايا وقلت والو 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 ماشي نخرج لا الوقت والله العظيم واش كاين هاد الخرجه هادي مش دير لي والو 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 مش دير لي شحال يا ربي مش دير لي واحد ساعه ونص ساعه ونص صاحبي بالنسبه للخدمه انا اللي عندي ساعه ونص نعمل فيها بزاف ولكن معنا ما نعملوها خاي مهمه القضيه لي والحق انا اللي جاد شجعني على هذا الخرجه هذه هو دائما الفلوكس الفلوكس والله العظيم صاحبي شي واحد من هنايا الفلوكس علاش حيت اي بين قوسين هاد اليومين باغي نمشي لالمانيا ان شاء الله نمشي نتسوق من تما كنمشي لواحد حموطة صغيرة هيدا تما عندهم المهم رخيص على هولندا كنتسوق تما وطبعا حاجة الالمانية انا كتعجبني فهمتيني واو وكنت انا واحد النهار كنت صورتكم كنت صورتكم شي تما وحق عملت واحد 10 كيلومتر تما لا واحد النهار كنت صورت انا كنت فلوكي بالهولندية شحال هادي وعملت من ديك المدينة لمدينة في هولندا ما عرفتش شحال الوقت ما عرفتش شحال كيلومتر ك 6 كيلومتر هيدا و 6 كيلومتر رجوع فهمتيني عملتها مشية طبعا رياضة المشية شنو قلت؟ قلت وانا ماشي ماشي لألمانيا نمشي نتسوق نباركي تما ونعملوا ديك رياضة المشي ونرجع واش عرفت شنو خممت؟ بردت عليها شنو قلت؟ ايوا اخي انا ما كنتريدش نتريد انا ماشي نمشي نبقى نحمق راسي نمشي انا 6 كيلومتر رجع 6 كيلومتر اجي على والو فهمتيني السبب الاول هو الرياضه ما بقيتش كنتريد اذا ما بانتليش نمشي نعملها ثاني حاجه هو الفلوغ ما بقيتش كنفلوغي زعما في الزنقه ايوا اخي كيف خممت هاد اليومين ماشي نبقى نفلوغي حتى في الزنقه بحال دابا بحال شحال هادي قلت اخي ماشي نمشي تما ماشي نعمل لكم عاود واحد الفيديو مزيون فهمتي نتسوقوا نتسوقوا نساليوا هذا الفيديو باش يكون بوحديتو وديك الساعه عاود نعملوا واحد الفيديو نمشيو من مدينه لمدينه تشوفوا الحدود كيفاش عامله بين المانيا وهولندا وكيفاش الطريق وكذا 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 فهمتيني نعملوا لي فلوغ في الطريق شي فيديو يكون مزيون تحفيزي ابو شي ها يوتيوب كيشجع انا كنهضر على راسي انا شي بسبب بالنسبه لي يوتيوب والله العظيم هو اللي جعلني نعدل الغرسه اللي كنعدلها دابا وبزاف الحاجات شحال هادي كنت بديت كنضعف وداك الشيء بسبب يوتيوب زعما يوتيوب كيشجعني كنخرج كنفلوكي وداك الشيء وكنهضر كنقول انا ماشي نعمل انا ماشي نعمل نعمل وكتشجع المهم انا كنهضر على راسي ما عرفتش بنادم يا خو شنو يمكن اللي ما كيفلوكي شي عنده شي امور يا خو كتشجعو يهضر مع الاصدقاء ديالو شي حاجه انا يوتيوب اخي والله العظيم كنشكره قسما بالله وخاصه اللي فلوخ ماشي يوتيوب يعني كنتفرج يوتيوب يعني انا كيوتيوبر انا كنشكر القضيه هذه على الاقل على الاقل اللي كتربح منا كتربح منا هو كتسالي الخدمه ديالك وكتشجع تما بزاف الحاجات تاخذ هذه الطريقه هذه هي الطريقه الاولى هذه كنتسمى دائما قريبه ليلي طريق مزيان ماشي 8 كيلومتر شي حاجه طريق كامله كنرجع للدار ديالي كنرجع مدخم مع راسي هاد الفيديو هذا ايا موسيقى دابا طبعا ما كنسمعش الموسيقى دابا وانما دابا عاد كنت كنسمع هاد الديسكو هذاك كتعقلوا عليه با ام سي سارة اند ريال ماكوي شي حاجه بحال داكشي اتس اون يو شي حاجه بحال داكشي اصاحبي هذا كيفكرني هذا كيفكرني يا صاحبي في الهينون ديال الهينون المهم هذا باش يكون الفيديو يا خو من بعد نضربكم نمشي نعدل واحد الفلوخ يا خو ونقول لكم على واحد الكونسيبت جديد انا ماجي بها باش تكون قناه بوحديتها بعد على هاد لي فلوخ اللي كنعمل دابا المهم عسى ما نكون بغيت نعملكم هاد الفيديو هذا المهم نزيد حاجه في السرعه كيف هادو شي بطاطا راه فاينه على تيف اصاحبي شوفوا ما خصنيش نقلب المهم نقلب دابا بلاتي تشوفوا معايا شوفوا معايا كيف هادو نكون راه فاينه حتى حنا عائله كامله مع بعضيتهم فا حتى تسال الطبيعه شوف 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 خصني نزيد شي حاجه في السرعه حيت انا خافش نتريد انا ما خافش نفلوكي انا كنتريد ومن بعد نقول لكم علاش عامل هذا الفيديو هذا نقول لكم دابا احسن كنت هضرت لكم على
بانني ماشي نوقف الصيام متقطع بعد 4 سنين، وقلت لكم نبدا واحد التجربه جديده، ماشي يجي واحد النهار نعمل واحد الفلوخ ونشرحكم. هو هذا ديك الفلوخ اللي ماشي نشرحكم. شوف ما بغيتش نجلس في الغرفه وداك الشيء، ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت، نخرج نتريد قد حاجتي فهمتيني، ومن هنا كنعمل لكم الفلوخ. فعاود نجي نطلعكم فلوخ مره في جوج سيمانات على الاقل، ندخلوا نحن ندخلوا جوج ثلاثه في السيمانه علاش، حيت كنخرج نتريد ويا ديك الفرصه شابر السلفيستيك هيدا كنفلوغ لكم. شنو التجربه ديالي اللي عملتها؟ هو ماشي نطلق العينين شي حاجه، ماشي نوقف الصيام متقطع علاش، انا كنت شرحت لكم مره اخرى قلت لكم الصيام متقطع خصك تبع هادي وفي الليل ما تاكلش وتعمل عمل عمل عمل، قلت لكم بان هذا يمكن لك تعملو وانا ما بدا كان عندك واحد الهدف. انا هاد الهضره هادي باقي كنقولها، ولكن انا باش نقول لكم دابا شنو المساوئ اللي جبرتها وشنو الفوائد. المساوئ اللي جبرتها بديت كنغلط علاش، حيت طلقت العينين شي حاجه ما بقاوش عندي القوانين. مثلا فروته خصك تاكل جوج في النهار علاش، حيت الكبده ديك السكر فريكتوز اللي في الفروته ما كيقدرش يرجع لك كامل انرجي. شنو كيعمل؟ كيعمل لك واحد ما عرفش شحال بروسنت شي حاجه قليله قليله، وما هذوك جوج الحبات قليله كيرجع لك انرجي كيدير لك الدم والعضلات وداك الشيء، وحتى باقي وداك الشيء مثلا شي حاجه زايده كلشي كيرجع اوتوماتيش كيرجع لك الشحومه فهمتي، كيمشي لك الخاص الكبش وداك الشيء. هذا هو المشكل. بما ان انا شحال هذيك كنت كنعمل صيام متقطع اخاي والله العظيم كتفهم كنفوت شي جوج فروتا في النهار، جوج طريفات مثلا، كنت كناكل لارانج بزاف كيعجبني بزاف، وشي بنانه ولا شي تفاحه ولا شي حاجه بحال داكشي دائما فهمتيني. دابا انا كيف طلقت العنان على تيف العنان ولا العنان المهم وحده منهم، صاحبي اضرب والسلام. النتيجه غلط. شي ايام كتجي لي جوع في الليل لا ماشي كتجي الجوع في الليل، مثلا نورمال انا كناكل في 8 كنوقف صافي كنخسر كنكون في الخدمه ديالي اخا كندير التويصل ديالي كدا دبابي كتنينا انا كناكل هيدا كلا صافي عاديه 4 سنين وانا كنعملها عاديه. قال لك لا تتمشي للدار، المشكله كتمشي للدار كنوصل 9 ونص الليل كتوصل. انا واحد الحاجه كتعجبني شنو هي؟ هو يعجبني نكون في الكوزينه في الليل، كاين شي تلفزيون عندي في الكوزينه واحد التلفزيون صغير، واخا كنبقى نطيب ونوجد هذاك كعيطوا له داخله في الطقوس ديالي كيعجبني نعملها كنرتاح فيها كنعمل كنتفرج في اليوتيوب باش كيعجبوني المواد اللي كيعجبوني، وانا كنطيب شي وكناكل تما كنجلس تما وناكل خص المسائل ديالي ونمشي بحالي. هذه ما كنتش كنعملها انا ديك 4 سنين علاش؟ حيت كناكل في الخدمه. اخاي قال لك امشي بقاو نعملوها فهمتيني، بديت كنعملها اخاي تاكل في 10 الليل 11 الليل. شوف ولاتي نمسى انا كتشي كنجي لك انا بحال اللي حماق. المهم شوف الكرش ديالك وشوف المسائل وعرف شنو كاين عشان تاكل اصاحبي. كناكل اصاحبي انا كنضخ كنضرب كناكل، كيف كناكل اخا كيجيني النعاس. حنا ماشي في مثلا حنا في اوروبا هنايا ما عندناش تاكل وعاد تخرج الزنقه ما كايناش، في الليل كتمشي كتجلس في المطاع ديالك. اخاي عرفتي شنو تاكل ومشيت نعس على تيف غدا كيلو زايد وخاصة شنو كليتي على تيف انا وداك كليت الراوس خلي على الله والسلام، الخبز خلي على الله، النعش اصاحبي شنو كتعمل شحال دينا يا عرفتي النعش شنو كتعمل اصاحبي؟ خبز والسكر انا ما كناكلش السكر بزاف فهمتيني، يعني ما كاينش ديك اتاي وديك الشيء بكيلو ديال السكر لا عملت كنعمل ديك السكارينا ولا شنو كيسميوها فهمتيني، كتعمل لها شي حاجه خفافيه ولكن واخا خايا فهمتي ديك الماكله في الليل والو. المهم جمع وطوي ندمت ندمت وما ندمتش ندمت علاش غلطتي، يعني تعبتي تينا على ديك الوانس كتهبطو وكنتي ماشي 4 سنين تينا ماشي مزيان داك الشيء، دابا كلشي صغار عليا خاصة هادي لبستها الحمد لله جات قدي ما نعرفش من طايا الحمد لله جات قدي. اتليتيكو انا ماشي فابور اتليتيكو ما كيعجبونيش كيفاش كيلعبوا سيميوني ما كاين لا الطاق الطاق ما كيعجبونيش ديك الكره. المهم شت قدي يا صاحبي الحمد لله كلشي صغار صاحبي، الصابون لبستو صغار الشورت كنلبسو صغار والله يا اخي والله يا اخي واش من حلاوه هذه. ودابا حتى ديك التمتع ما كاينش على هادشي. انا ماشي نقول لكم
اسمع اسمع انا مش نقول لكم شنو استفدت دابا منها. استفدت ممكن توقف الصيام متقطع وما توقفوش هيدا مره واحده وما تطلقش العينان. انا كنخمم اللي استكشفتو دابا هو ودابا بغيتي ما تعوراش تشوف الرياضه خصك تعملها فهمتيني. السكر نقص منه ولا زول ينبح فهمتيني. الخبز نقص منه هذه لا مناقشه. اذا عملتيها راه واخا تبقى طير مش غلط مش غلط. انا اللي جبرتو وما قريتو لا والو انا بالتجربه ديالي شنو هو واذا عورتيها وعوره شي عوره على شي حاجه فهمتيني. شي غداوة جالس مع الاصدقاء شي حاجه شي شواعب شي عوف شي حاجه ولا شي جالس في الدار ما عامل والو ما تريتي ما عملتي والو وتجيت تعوره فهمتي. يعني شنو الفكره ديالي جاتني واذا عورتيها مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه تكون علاش عورتيها. كنت باش نقول واحد الهضره ماشي لا ما نقولهاش ما نقولهاش فهمتيني. عورتيها كتعوره فهمتيني بغيت نقول لكم يعني واذا عورتيها عور على شي حاجه واعره صافي. هذه هي الطريقه ان شاء الله اللي نمشي نتبعها. انا غير ما نكذبش عليكم ماشي نبدا عاود الصيام متقطع صاحبي دابا مشكله الغلاطه ما كتهمنيش انا فهمتي. صافي اخاي كنا ضعافين داكشي مابقاش كيهمني داكشي ولكن صاحبي كيف مس اديك في الجيب ديالك دابا الحوايج كاملين خصني عاود نبقى نشري عاود الطياره اخرى والله يا اخاي عاود كلشي نمشي نعاودو من جديد ما يمكنش فهمتي. ما يمكنش مس ادو حتى الصحه ديالك اصاحبي صحه الرياضه هذه. شوف انا بديت كنغلط شوف شوف قلت لكم عاود شنو جبرت جبرت ما بقيتيش نشيط فحال شحال هذه فهمتيني. ما بقاش كيجيك الجوع فحال شحال هذه عرفتي الحلاوه صاحبي. كنقول كناكل في 12 كنمشي كنجلس كنشعل التلفزيون في الكوزينه وكناكل عرفتي واحد الجوع فيك كيفاش كتتمتع بالماكله. ما بقاش عندي هادشي التمتع ما بقاش يعني فين ما دايز هيدا واحد التماره هنايا ما نعرفش النوع حشيتيها ما بقاش ديك الجوع بحال ديك الحلاوه ديال رمضان الساعه ديال الفطور. بقيت شي نشيط بقاش كتني كان نخرج نتريط فهمتيني. بقيت كناكل كنترخى مره فهمتيني. هادو من جبرتو من الحاجات اللي ماشي مزيانه. جبرت هاد التجربه هادي ما عجبتنيش يا اخي ماشي نرجع شي حاجه ماشي نبقاو نعملو عاود صيام متقطع. ها نحاول ماشي نعوروها حق نحاول نعوروها على شي حاجه واعره فهمتيني. شي عاود كلينا الخبز الخبز ما تاكلوش غير هيدا وصافي. عاود كلينا الخبز اخي مع شي بايصاره واعره كتفهم البايصار كتفهم اللوبيه بالفراقش فهمتيني والسلك فهمتي. شي حاجه بحال داك الشيء عورناها عورناها ماشي تي تعور يوميا على والو جالس في الكوزينه هيدا جايب لي هذا كول بالخبز داك الشيء. الله يا خاي وكتهلك راسك وهالنتيجه صاحبي والله العظيم هالنتيجه صاحبي غلط بام زادوا فيها شي 6 كيلو حتى شهر ماشي مكمول. شي 6 كيلو صاحبي طيحت 6 كيلو شنو خصك تعملها صاحبي. صافي هذا هو الفيديو ديالنا نتمناو تكونوا استفدتوا منه المهم انا قلت لكم التجربه ديالي. اخاي فتش على البالانس بغيتي تعمل صيام متقطع عملوا مره ايه مره لا ولا عملوا واحد السيمانه ولا حق للهدف اللي استفدت منه انا هو. واذا بغيتي تعوره عوره على شي حاجه واعره ما تعورش على هضره خاويه فهمتيني. صافي هادشي اللي قلت. اخاي شوف انا كيف خممت على الصيام متقطع انا قلت لكم نخرج في الصباح نفطر في الغرسه اخاي ما كنعملهاش علاش حيت انا باقي كنعدل ايوا اخاي علاش انا ماشي نوقف انا الصيام متقطع يعني ماشي نبقى نغلط وانا ما كنتمتعش فهمتيني. وإذا حتى ديك الكوسه ديال الصباح من بعد نوريكم شي وارد كدا زعما شي موسيقى مزيونه شي مكلتو أعطيني حريتي ولا زعما شي حاجه ديال الثمانينات فهمتيني. إوا خاي تستحق هاد الكوسه هادي حق فهمتي. إذا تجلس في الكوزينه وتفطر وما بقيتش عامل صيام متقطع ماشي غلط أخاي والنتيجه ها هي. انا غلطت اخاي وندمت عليها خصني ندمت عليها ولكن ماشي مشكل عاود دائما عاود نكون عندنا الاهداف عاود عاود نبدا عاود من جديد ان شاء الله يا ربي. صافي سالي الفيديو ديالنا هنايا ديستو حتى العيا بديت كنعيا حيت شحال ما خرجت من التويد ولكن الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الجو مضخم الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. صافي سالي الفيديو ديالنا ما تنساش واذا عجبك عملنا واحد لايك. أول مرة كتشارك فيها الشارك معنا
وان شاء الله حتى الفيديو اللي ما جاي. السلام عليكم.